اجواء الماتش، لان الماتش نفسه كان فيه احداث كتيره قوي. كان صح. الاحداث الكتيره دي مرت على علينا بشكل صعب. انا كنت بتفرج من بره فعارف مر وقت صعب قوي علينا وبطيء قوي. وفي نفس الوقت قوي. احساسك بقى في الملعب واحساسك انك بتحس ان في لحظه من اللحظات ان لا ربنا يستر الماتش ده يخرج من ايدينا. امتى اللحظه دي حصلت؟ اللي هي الكره اللي في العرض بتاع زيزو. هي بتاعت زيزو. انا كنت يعني بتاعت حسين لما ضاعت عياد انا ما قلقتش. والله يعني دي ما قلقتش منها. ما قلقتش ليه يا كابتن؟ لان احنا خلاص بدانا نوصل. اكيد طالما ضيعنا هنوصل اللي بعدها هنجيب. وده اللي حصل بعد كده. يعني انا رحت شوت واحده مش عارف السوليه شوت واحده مروان مثلا ضيع واحده فبعد كده جبنا. غير لما ما توصلش خالص يا كابتن هاني. صحيح. لو وصلت في واحده هتبقى التركيز ازاي ما بتوصلش. ساعات وانت بتحس اللعيب انك لو الكره دي ما جاتش يبقى بشكلها ربنا مش رايد. يعني الناس بتقول كده. يعني فاهم انت بتحس في الملعب ان لو ربنا رايد كان جد. ما احنا يا كابتن بعد الكره دي لو حضرتك خدت بالك وصلنا بقى كذا مره بعديها مرتين ثلاثه. لكن كره زيزو بالنسبه لي انا كنت واقف وراه وهو بيشوط فانا شايفها. شايفها بقى رايحه. انا عمال اعمل كده مش جسمي اتوتر في الكره دي بصراحه. كنت قلقان يعني كانت في وقت كنا خلاص في الدقيقه 60 او حاجه. والجون يا كابتن لايجي انت عارف ممكن كانوا يدافعوا يقفلوا الملعب. هو اللي كان هجيب جون بعد 1-1 ماتش اعصاب كمان. بالظبط. فكانت هتبقى بالزبط. الدنيا صعبه. فدي بالنسبه لي اصعب لحظه يعني في الماتش. لكن احسن لحظه طبعا الجون يعني اكيد طبعا.